solve the following pair of ordinary differential equations over the interval from t equals 0 2.4 using a step size of h.1. يبقى همشي 0.1.2.3.4. بيقول عندي الواي اوف 0 بتساوي 2، الواي اوف عند الصفر الواي بتساوي 2، والزد بتساوي 4 اهي. يبقى القيم دي عندي اهي. وبيقول لي هات obtain your solution with the fourth order Runge-Kutta method. نقول كده احنا عندنا الواي اوف اي بلس 1 طبقا لرونكوتا فورث اوردر بيساوي واي اي زائد سوتس الفاي او الكي الفاي 1 او الكي 1 زائد 2 كي 2 2 كي 3 وكي 4، كل دي الفاي بتاعته ضرب الاتش. نفس الشيء تبقى الزد اي بلس 1 بتساوي زد اي سوتس كي 1 2 كي 2، طبعا خاصين بالزد دول اللي فوق خاصين بالواي في اتش. يعني هنا ممكن احط اقول كده زد اسف واي وهنا زد، طبعا ده 2 ودي زد، والاتش في نفس يعني في الحالتين نفس القيمة. الواي اي والزد اي في البداية 2 و 4 وكل شوية بيتغيروا بعد شوية. احنا عايزين ايه؟ عايزين نوصل للقيمة دي والقيمة دي. بس هنلاحظ حاجة، اني مثلا وانا بجيب الدي زد باي دي تي اللي هي الكي 1 كي 2 كي 3 كي 4 فيها واي، فلازم استخدم الوايات اللي انا جبتها من هنا، يعني همشي الحلين مع بعض. ولو كان عندي زد هنا برضو نفس الشيء بجيب الزد من هنا، وبالتالي لازم امشي الحلين مع بعض. لو في معادله زي دي ما فيهاش ما تعتمدش على الزد ممكن احلها لوحدها، لكن لو كان فيها زد يبقى لازم امشي الاثنين مع بعض، يعني احسب الكي 1 واي كي 1 زد وهكذا. طيب بما ان هذه المعادله ملهاش علاقة بزد اقدر احلها برونكوتا عادي الفورث اوردر عادي خالص. يعني هقول كده عندي القيمتين دول اجيب منهم الكي 1، اجيب منهم الكي 1 ازاي؟ هقول ماينس 2 في 2 يبقى ماينس 4 زائد 5 في اي اس 0، يبقى الحتة دي بخمسة من اي اس 0 بواحد، يبقى 5 مع ماينس 2 ماينس 2 في 2 ب 4 ماينس 4 زائد 5 يبقى اديني 1. يبقى الكي 1 واي بتساوي ماينس 2 في 2 زائد 5 في 1 يديني 1 اللي هو ده. طيب وبعدين التي ام طبعا نص القيمه او المتوسط القيمه المتوسطه بين الاثنين دول بين الصفر والواحد، اجمعهم سوم على 2 يديني ده. نفس الشيء بوينت 1 وبوينت 2 على 2 يديني بوينت 1.5. يبقى القيم دي عرفناها هنا وهنا، لاني بجيب قيمة الكي 2 او قيمة المشتقة في النص. طيب ودول طبعا احنا عارفين ماشيين بوينت 1. الكي 1 نجيبها ازاي؟ قلنا بعوض في المعادلة دي بالقيمتين دول، عوضت بده وبده اديني 1، نفسي اعوض بده وده اديني القيم دي. طب بس لسه ما جبناش دي طبعا، ماشي خلينا ماشيين. الكي 2 احنا جبنا الاول التي ام 1 اللي هي القيمة المتوسطة بين القيمتين دول. طب والواي؟ الواي 1 ام بتساوي ايه؟ بتساوي الواي اي زائد الكي 1 او نص الكي 1 في اتش. يعني واي 1 ام هتساوي 1، خلينا نقول ده لا 2 ادونا 2 في البداية، والكي 1 طلعت 1 والاتش بوينت 1، فواحد في بوينت 1 في نص يبقى بوينت 0.5، بوينت 0.5 و 2 يبقى 2.05 اللي هي القيمة دي. طبعا وزيها طبعا نفس الشيء، كل ما اجيب الواي بجيبها منين؟ بجيبها من الواي اي يعني القيمة الابتدائية
زائد نص ال K1 اللي هو ده في ال H اللي هو 0.1، وبالتالي دول نفس الشيء. طب ال K2، ال K2 بتساوي ال phi ل ال X1M اللي في النص و Y1M اللي هو ده مع ده، وبالتالي هعوض في المعادلة مرة تاني. هقول كده، بصوا كده، هكتبها هنا ماينس 2 في الواي دي اللي هي 2.05 زائد 5 في اي اس ماينس 0.05 يساوي، تعالوا نحسبها كده مع بعض، ماينس 2 في 2.05 بعدين زائد شيفت اي قلنا بوينت ماينس 0.05، شوفوا كده القيمة طلعت 3 - 3.148، لا كده مش صح، قيمة الفانكشن ماينس 2 في 2.05 صح زائد 5 في اي اس ماينس 0.05، مظبوط المعادلة مكتوبة مظبوط، فمفروض يساوي ال K2 نسينا الخمسة زائد 5 ضرب، فطلعت 0.656 اللي هي القيمة دي. يبقى دايما ال K2 عبارة عن المعادلة باستخدام ال X1M يعني الميدل وال Y1، جبنا ال K2. طيب ال TM2 بتساوي TM1 برضو احنا لسه في النص. طيب ال YM2 بتساوي ايه؟ بتساوي ال YI زائد نص ال K1 ال K2 بقى ال K2 في ال H، يعني ال YI اللي هي باتنين ال K2 اللي لسه جايبينها قلنا 0.656147 اللي هو الرقم ده، في اتش اللي هو البوينت، احنا ممكن نقول دي هنا كده دي 0.1، يعني هضرب دي في 0.05 زائد 2 المفروض يطلع لي الواي ام 2 اللي هي 2.03281 اللي هي دي. طيب الكي 3 احنا دلوقتي بنحل نفس اللي حليناه في امثله سابقه اللي هو الفورث اوردر رينج كوتا، بس هو الجديد هنا. طب الكي 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن قيمة الفانكشن عند ال X2M و ال Y M2 او 2 احسن M2 ميدل 2 ماشي و Y ميدل 2، طبعا ميدل 2 اللي هي دي ودي نفسها اللي هي 0.05، وبالتالي هعوض في المعادلة دي. هقول كده الرقم ده في ماينس 2 زائد 5 في شيفت اي قلنا ماينس 0.05 عشان يديني الكي 3 اللي هي 0.69 اللي هي دي. طيب الواي اند طبعا اللي هو القيمه دي اللي هو بوينت اللي هو 0 زائد 0.1 يديني دي، وكلهم زي بعض طبعا، دي هي نهايه الفتره. طيب الواي اند عباره عن ايه؟ الواي اند عبارة عن الواي اي زائد الكي 3 في الاتش، الكي 3 اللي احنا لسه جايبينها 0.69053 هاخدها احطها هنا، والاتش 0.1 والواي اي قلنا باتنين، هضرب الرقم ده 0.1 زائد 2 طلعت 2.069053 اللي هو ده. طب الكي 4 بقى اخر حاجة بتساوي الفاي للاكس اند والواي اند، الواي اند اهي والاكس اند اللي هي 0.1 في حالتنا، يبقى هضرب ده في ماينس 2 واقول زائد شيفت اي في ماينس 0.1، وبرضه نسينا الخمسة نحطها بالمرة، يطلع الواي 4.38601
اللي هو الرقم ده. هناخد سوتس من ال K1 مع 2 K2 مع 2 K3 مع K4، يبقى دي الفاي بتاعتنا زي ايلور بالظبط كده، دي الفاي بتاعت ايلور مضروبة في اتش اللي هي 0.1، وازيد عليها الاتنين يطلع لي الرقم ده. كده خلصنا الجدول بتاع الواي. مشكلتنا بقى في الزد، مش مشكلة، الجديد فيها ان احنا بنستخدم قيم من فوق، يعني الزد واحد واي، لا الزد كي كي اقصد الكي واحد زد، الكي واحد زد بتساوي اللي هي دي، هتساوي تعال نشوف المعادلة، ماينس واي، الواي بكام؟ الواي خدها من فوق باتنين في الزد، الزد بتاعتها باربعة، يبقى تربيع يبقى 16 على اتنين طلعت ماينس 16 اللي هي دي. التي كل التي ام 1 زي اللي فوق بالظبط، مفيش اي اختلاف، حتى التي ام 2 مفيش اختلاف بينهم من اللي فوق، حتى التي اند مفيش اي اختلاف. طيب احنا مشكلتنا في حاجتين، الزد نحسبها ازاي والكتن نحسبها ازاي. طبعا الزد سهله، الزد ام 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الزد اي نفس بالظبط ده زائد نص كي 1 زد اللي هي دي في اتش، يعني الزد اي بأربعة والكي 1 بماينس 16 وهنا بوينت 1، يبقى ماينس 1.6 مع 4 يبقى 2.4 اللي هي دي 2. لا ليه 2.4، 3 بوينت ده 4 وده 1.6، لا صح 3 يبقى 2.4 ولا ايه؟ زد ام 1 ليه طلع 3.2؟ مرة تاني زد ام 1 هتساوي الزد اللي هي بتاعتنا 4، وبعدين طلعت ماينس 16، يبقى هقول كده زائد نص في ماينس 16 في بوينت 1، المفروض كده طلعت 3.2، انا اسف 3.2 لان نسيت النص ده، ف 3.2 اللي هو ده. طيب الكي 2 بقى، هي دي اول حاجه جديده، الكي 2 زد بتساوي ايه؟ احنا حسبنا القيم اللي في النص، الكي 2 اهي المفروض احسبها من هنا، هقول ماينس انهي واي بقى؟ احنا عايزين الواي وعايزين الزد اللي هي دي زد ام 1، يبقى هقول ماينس الواي انهي واي؟ انا عايز اكتبها الاول كشكل قانون، هي فاي في الكي 2 زد بتساوي التي ام 1 يعني التي في الميدل والزد ام 1، ونسيت احط قبلها الواي ام 1 يعني ماينس الواي ام 1 بقى بكام؟ اهي ماينس 2.05 في الزد ام 1 اللي لسه حاسبينها اهي 3.2 تربيع تقسيم 2، يعني هتساوي هربع ده واضربه في 2.05 واقسمه على 2 وبالماينس، يبقى ماينس 10.496 اللي هو ده. ده خلصنا منه. طيب الزد ام 2 بتساوي الزد اي زائد نص، احنا عايزين نحسب الام 2، هقول كي اخر كي عندنا 2 زد في اتش، يعني هو رقم طلعنا ده كان 10.496، اخده احطه هنا وده 0.1، يبقى هضربه في 0.05 وازيد عليه الاربعة اللي كانت في الاول، فطلع الزد ام 2 مرة تاني
الكي اهي، بس نسيت احط ماينس 10. فمرة تاني ماين، اقول كده الزد اي باربعة زائد نص في ماينس 10.496 في بوينت وان، طلعت 3.4 اللي هو الرقم ده. طيب الكي 3، الكي 3 بيساوي ايه؟ برضه بيساوي فاي في التي ام 2 مع الواي ام 2 مع الزد ام 2. يعني تعالوا نشوف بقى، ماينس الواي ام 2 اجيبها منين؟ اجيبها من فوق، اجي هنا عند الواي ام 2 اللي هي 2، اشوف بقى القيم دي هي اللي هتفيدني تحت. ده اللي انا بقوله ان في علاقه بين فوق وتحت. 3 2 8 0 7 في الزد تربيع الزد ام 2 اللي هي اهي 3.4752 الكل تربيع اوفر 2. احنا عندنا ده فهربعه واضربه في 2.032807 واقسمه على 2 بالماينس، يطلع ماينس 12.27512. يبقى جبت القيمة اللي هي دي. طيب هحسب بقى ده من غير ما اكتبه، احنا قلنا ده خلاص. طب والزد؟ الزد بتساوي، والله هكتبه احسن، الزد 4، الزد لا اند بقى، هيساوي الزد اي زائد الكي 3 في الاتش اللي هو هحسبه بقى على طول. الزد اي باربعة والكي 3 اهي، يبقى ماينس 12.27512 في بوينت 1 كاملة، طلعت 2.77 اللي هي دي 2.772488. فاضل اخر حاجة اللي هي الكي 4 اللي هي عبارة عن ايه؟ فانكشن في التي اند مع الواي اند مع الزد اند. تعالوا نحسبها على طول مباشرة من هنا، اللي هي الزد 4 اهو الماينس الواي اند اللي هي 2.069053 ضرب الزد اند اللي هي نجيبها من هنا تو حاسبينها 2.772488 تربيع. واقفل القوس لو كنت فتحت، لا ما فتحتش خالص، هقسم على 2 طلع لي الزد 4 اللي هي ماينس 7.9. بقى كده نفس السطر ده زي السطر اللي فوق، اخد سوتس من الكي 1 واتنين من الكي 2 واتنين من الكي 3 وكي 4، يبقى دي الفاي بتاعتي بتاعت الزد، اضربها في بوينت 1 ازيدها على الاربعه يديني الرقم ده. نفس اللي عملته في السطر ده، ثلاث قيم او قيمتين دول اعمله مع القيمتين دول ومع قيمة الواي واكمل الجدول لغاية اخره اجيب قيمة الزد. يبقى كل الفترة لما يكون عندي two differential ordinary differential equation احل واحدة حتى لو كان فيها هنا زد، هستخدم الزد زي ما استخدمت الواي من فوق، هستخدم الزد من تحت في حساب الدي واي باي دي تي. هنا ما كانش فيه زد، حسبت الواي كامل لوحده، بعدين استخدمت القيم كل ما احتاج واي ام 2 او واي ام 1 او واي اند اجيبها من فوق. طبعا لو كان في ده زد نفس الشيء، كنت اجيب القيم من الزد، كنت احسب هنا مع هنا، امشي الاثنين مع بعض. وهنشوف ان شاء الله امثله يعني اكثر تعقيدا من ده، وان كان يعني ده المستوى اللي في الغالب يجي وما يجيش اربع اتريشنز اربعه اتنين، بس يجي اتنين، يعني يجي يعني مثلا اتنين مع اتنين، حتى كمان ده طويل بياخد وقت في الامتحان.